بالرغم من الثروة النفطية الكبيرة التي يملكها العراق، إلا أن نسبة كبيرة من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر. محافظة ديالى شاهد على ذلك، حيث تجاوزت نسبة الفقر فيها 35%. بالنسبة هاي المنطقة هي مهجرة أو تعبانة، ونسبة الفقر فيها 80%. يعني تعبانة ما عنده شيء، وانه هل شو اسمه جت هاي صعود المواد الغذائية، يعني بعد ماكو شيء، اكو شيء وراء. مسؤولون في محافظة ديالى رأوا أن نظام المحاصصة الطائفية سبب رئيس في ارتفاع نسبة الفقر، لرعايته المتنفذين وتهميشه ما تبقى من شرائح المجتمع. هو نظام حكم المحاصصة الطائفية الإثنية، لأنه هذا يراعي مصلحة الكتل المتنفذة والأحزاب الكبيرة، ولا يراعي فئات الشعب ولا الأحزاب الغير المسجلة بالحكومة، ولا يراعي يعني منسوب الدخل الشهري للرواتب المحدودة، ولا للكسبة ولا للعمال ولا للفلاحين ولا للفقراء. مفوضية حقوق الإنسان في ديالى أكدت بدورها تجاوز نسبة الفقر في المحافظة 35%، والحاجة لخطط حكومية عاجلة لمكافحة الفقر وأسبابه. يجب أن تكون هناك حلول استراتيجية تقوم بها الحكومة المركزية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، سواء أنه من خلال يعني فتح التعيينات على الوزارات، أو تثبيت المحاضرين، أو استغلال الموارد الطبيعية في المحافظة كحقل المنصورية النفطي وغيره، أو يعني إعادة العمل بالمصانع التي كانت موجودة ضمن حدود محافظة ديالى. وتعاني ديالى كغيرها من محافظات العراق من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة وجفاف شديد يهدد الزراعة فيها. وفاقم مأساتها اليوم الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.